البنت need a door introduction. البنت need a door are very important intermediate for the growth of molecule of biological interest. البنت need a door and its derivative have established application in biological activities such as anti-cancer, anti-nuclear, anti-inflammatory and anti-colorimetric recognition. This visible color exchange is very attractive due to the advantages of simplicity and low cost. It is well known that azocolorants are the largest chemical class of industrial colorants. بيدخل في صناعات كتير زي السلك البوليستر الول والكوتون. في different sizes للازو زي اوكسازو ودايازو وتترازو. الاكسبيرمنتال والبنتميتازول فيمل ده اول برودكت المفروض اطلعه. هعمل ايه؟ هجيب فينايل دايامين 250 ملي جرام 5 ملي مول، هحط عليه سلسلك الدهيد 395 ملي جرام 5 ملي مول، عليهم 640 ملي مية، هحطهم في راوند فلاسك حجمها 50 ملي، هقلب لمدة 10 دقايق. البرودكت هيحصل له كريستاليزيشن وهيطلع لونه لايت كلر. البرودكت التاني اللي المفروض اطلعه هو البنتميتازول فينايل ازوفينو. اول حاجة هجيب فلاسك حجمها 100 ملي، هحط فيها انيلين كميته 94 من 1000، هعمل له سستند بان 30 ملي ديستلد ووتر عند درجة حرارة من 0 لـ 5 سلسيوس. هحط عليهم بعد كده 1 ملي اتش سي ال. بعد 15 مينت هحط عليهم صوديوم نيترايد كميته 76 من 1000 جرام لكل 1 ملي مول. هحط عليهم تترا هيدروفيوران كميته 227 من 1000 جرام لكل 1 ملي مول. هعمل ادجاست للبي اتش بالصوديوم هيدروكسيد عشان تبقى البي اتش بتاعتي من 8 لـ 9 مثلا. هعمل ستيرنج فيحصل نيوتراليزيشن معايا. بعد خطوة النيوتراليزيشن هسيبه لحد ما يحصل بريسبتيشن حوالي 4 ساعات. بعد خطوة البريسبتيشن هعمل فلتريشن كذا مرة عشان يطلع معايا جود ييلد. اخر خطوة للبرودكت هي ان انا هعمل له دراينس في الفورم بتاعي. بعد خطوة الدراينس هتيجي خطوة الكروماتوجرام. هجيب الكولوم بتاع الكروماتوجرام بتاعي، هحط فيه البرودكت وهحط عليه هيكسان ميثايل اسيتيت عشان اطلع بيور ازو كمية 60% من الميل. هندخل على الريزلت. اول ريزلت عندي اللي هي السنسس. السنسس بروسيجر فور 2 اند 3 از شون ان سكيم. السكيم اللي عندي ذا ازو كابلرينج رياكشن وذ ديفرنت اروماتيك امين. هيطلع كومو سنسور 2 و3 هيطلعوا سيمبل ازو داي. البرودكت بتاعي كاركترايزد باي ال ان ام ار سبيكترا او الماس سبيكترا. تاني ريزلت معايا هي البوسبل سنسنج ميكانيزم. لما احط ميتال ايون زي ال ان او 2 او زد ان 2 للسوليوشن الكومو سنسور 2 او 3 هيعملوا رياكشن. الرياكشن دي هتطلع نيو ريد شيفتد ابسوربشن وهتغير اللون من كلر ليس اليلو. اخر ريزلت معايا ان 2 او 3 السوليد ستيت. 2 و3 demonstrated excellent colorimetric sensing performance even in solid state. ليه مميزات ان هو effective and convenient method عشان اعمل detection لل NO2 in the environmental sample. وكده نكون خلصنا.